قال لي سؤال صغير عند حضرتك. نعم. لما اقول مدد يا سيدنا يا حصافي مدد. نعم. حرام ولا حلال؟ لا حلال. لما اقول مدد يا حسين مدد يبقى حلال ولا حرام؟ ده دعاء لربنا سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهؤلاء الاكابر الاولياء عنده، فبنقول مدد يا حسين ولا ما ده على المجاز، حاجة اسمها المجاز في اللغة. واحد ده جابوه في تلفزيون اتصلت به وبيت مصرية اسمه علي جمعة، عمك كبير شيبة علي جمعة اسمه، قالت لي يا شيخ انا بقول يا الحصافي شيخ الحصافي مدد ويا الحسين مدد، هل هذا حلال؟ قال نعم حلال. لا حلال، هذا مجاز. قال مجاز. علي جمعة هذا عمك كبير والله جابوه في التلفزيون، ما التلفزيون السوداني، تلفزيون حاجة برا ما بعرفه شنو، بعدين جابوه، المرة اتصلت به ما داخل الزمان من يعني من آخر الزمان، اتخذ الناس رؤوسا جهالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا أي ينتزعه من قلوب العباد من قلوب العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يا زي عمك ده رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. زول قال له المرة قالت له أنا بقول يا حسين مدد ده حلال؟ قال لا حلال ده مجاز. يا جماعة السنة موبايلي ده شالوا أحمد ده، أقول يا معتصم اديني موبايلي وكون ده مجاز والحقيقة يا أحمد اديني موبايلي، هسي ده كلام بيقوله زول عاقل؟ المجاز ده عنده قرينة في اللغة، هذه لخبة الدين وبمسميات والله الذي لا إله غيره. يقول لك نحن نعمل لهم شنو؟ قال إذا بينكروا شيء من اللغة، ما أنكرنا شيء من اللغة، لكن كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ده كلام حقيقة ما مجاز. وزول قال يا حسين مدد، كيف يكون قصده يا الله مدد ويا الله مدد بفلان؟ هو ذاته لو قلت يا الله مدد بفلان ويا الله أسألك بفلان المدد، ده توسل بدعي، الرسول ما عمله صلى الله عليه وسلم. والله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين اكتمل، ولما اكتمل الدين لم يكن فيه أن المسلم يقول يا الله أسألك بفلان، ده ما في دين الله، هذه من البدع. فكيف بمن يدعو غير الله ويقال هذا أراد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ زول قال يا حسين، حسين من أسماء الله، يا حسين مدد، المدد يطلب من الله. قال تعالى عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا هو رب العزة والجلال. تجد تقول لي يا أخ تقول مدد يا حسين، الجواب على البيت دي والسائلة دي أده شرك بالله تعالى، لو قالت مدد يا حسين هذا شرك بالله تعالى، ولو قالت مدد يا حصافي ده الشرك بالله تعالى، ده ما في مصر الكلام، ده ما في مصر، دي أسئلة. مرة مسكينة دار الخير لعلها والله أعلم، لكن ما وفقت تسأل زول ناصح، سألت عمك الكبير ده شيبة يضلل الناس، زول يا أخي لحيته بيضة لأسي ما اهتدى إلى الطريق الموصل إلى الله تعالى، لأسي ما عارف اللي بيمد الناس منه يلخبط عليهم يا أخ، وحتى لو عارف قال اللي بيمد الناس الله، قال ده مجاز، ده ما مجاز، ده شيرك عديل كذي، والمجاز عنده قرينة، وين القرينة هنا الآن؟ يا حسين مدد، وين القرينة اللي بتصرف الكلام من ظاهره إلى يعني معنى آخر؟ وين وين؟ ما في قرينة، هذا طلب من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى.
وهذا والله شرك بالله تعالى. الواجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله وأن يوحد الله، وأن لا يقول مدد يا فلان، وإنما يقول مدد يا الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله ولا يسأل الحسين ولا بدوي ولا زينب ولا 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 ولا، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى. نتكلمنا لأنه ده كلام في نائب شروه في غنوات وفي غيره، ونسأل الله العافية. وحتى في بلدنا دي لا برع القوم يقول إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله. قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ده ظلم، لأن الدعاء ده حق الله سبحانه وتعالى تسأله، لما تسأل غيره أنت وقعت في الظلم في الشرك. والله تعالى قال إن الشرك لظلم عظيم، يخد ظلم تسأل غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. زول يا أخي الله هداه ونطق الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله معناه شنو؟ معناه لا معبود بحق إلا الله تعالى، أو لا معبود حق إلا الله تعالى. تانا أمشي أنادي شيوخ أقول يا فلان مدد، ويا فلان الحقنا، ويا فلان من الشدائد. قال تعالى في القرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. شكر رب العزة والجلال قال وقضى ربك، وصى وأمر وحكم قضاء عدلا قسطا لا جور فيه ولا ظلم، فيه الصدق وفيه موافقة الخبر والحكم للحق وللواقع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عبادة دي لله سبحانه وتعالى. دارت أكل ده دا أدي للمخلوق، عندك أكل أدي للمخلوق، عندك قروش أديها لزول ما مشكلة، لكن عبادة ما تديها إلا لله سبحانه وتعالى. ما تتوجه إلا إلى الله، ما تسأل إلا الله، ما تتضرع إلا لله. دار جنى قول يا وهاب هب لي من لدنك رحمة، قول زي ما قال زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دار شفة أسأل الله، زي ما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. داير الله يحفظك أو داير حفظ، أسأل الله يحفظك. قال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا تعلق لك حجاب، لا تشيل لك تراب تسفه، زول عاقل تشف لك تراب عليك الله، زول السكر الناس ما لاقي تسفه، لو هذا تسف التراب يقول لك ده فيه بركة. يا زول ده بسوي لك حصوة ساي، ولك يا زول ده حق الشيوخ، هو الشيوخ بيموتوا في المستشفيات، البرع إذا تقالوا مات وين؟ في المسجد، مات في ساهرون، معناه شغلته ديك مشى منها للمستشفى. ليه مشى للمستشفى؟ أنا داري أعرف ليه مشى للمستشفى، ولو كان أصلا شغلته دي في الشفاء ما كان مشى منها، مشى المستشفى ومات في ساهرون. ومات كيف؟ ودوه عليم ربه، عليم ربه، لكن في النهاية مات غايته، مات في المستشفى جوا هناك. ده يا اخي تمشي المسجد، زول يركب لك يمشي المسجد، ابويا او ابويا الشيخ وين؟ مالك دار شنو؟ والله اقدر لي محايه من الشيخ، والشيخ الليله ايام مشى العياده، بدل يركب ركشته دي ذاته يلحقوا في العياده، يرقدوا في عنقريه سرير ويرقدوا الشيخ في سرير، تلقاه قاعد منتظر. شوف الدروشه دي، والشيخ ذاته مشى المستشفى يدو حقنا وانت قاعد هنا منتظره، والشيخ يجي يقول له ابو الشيخ شوف لنا الليله واحد نجيض عليك الله،
نجيضة، وقال عنده النجيضة، النجيضة ته، وقال عنده النجيضة، بيمرق في المستشفى يمشي يرقد يا أخي دي ادو حقنا دي، والله الله يشتغل ممرض، والله يجيب له بتاعت البيطري ديك، شفت الإبرة حارة ديك يا أخي، تبتلع والدين يا أخي، شيوخ خوفوا الناس رجفون، زول تلقى شاب قوي يرجف شيخ، لا والله بنفخك، قل له انت بنشر انفخ انفخ، قل له والله في شافع في ولد في الفتحاب عمره 6 سنة ولا 7 سنة، ناقشوا عمك في الزاوية في المسجد، ناقشوا الولد قال له وانا قشه انفخ انفخ انفخ، قال له عمره 7 سنة، موحد كارب نحسبه وعمره 7 سنة، زول تلقاه كبير شاب يهز ويرز، والله يمكن يمد يده كي 3 ما ينزلوها، يجي الشيخ يرجفه، واو عمل لك يا اخي انت، وما شو الشيوخ ديل المضرة بس، ما في شيخ بيقول لك انا بعمل لك، كلها مضرة، بنفخك والشيخ ده بكرفسك والشيخ ده بيعمل لك، وكان مديته عتود بيقلب لك العتان حجار، وانت وكت بتقلب يا اخي صيغة بتاعت موبايل بسرية، انت وكت بتقلب قلب الحجار عتان، ودينا نحن ذاته عتان وشيل الباقيات، بس تعرف للمضرة بس عتان، الناس تقلبها حجار، كلها هوس وتخويف واستخفاف في عقول الأمة، شيوخ دل والله ما عنده نيش، والله الذي رفع السماء ما عنده نيش، أفضل الشيوخ ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مش الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام النبي الكريم، الله قال له في القرآن سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قال له ليس لك من الأمر شيء، ده خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لك من الأمر شيء، تجد تقول له يا أخ فلان فكي فلان وفكي علان، غلبتنا الشغلة، الشيخ ركشة غلبته، اشتغل طلبة ما بيقدر عليها، اشتغل فرم شغلة حارة غلبته الشغلة، يسوي له غرفة وبخور وكم مرة تجيه وكم راجل وبيجاي وسوي له زلابية والجماعة يجوه، ودي طريقة سوي له علم فوق دكان بس تكية ودكان، ويجي الجماعة بخرات يبيعها محايات يبيعها حجبات يبيعها، ما في الدين محايات ولا في الدين بخرات ولا في دين الإسلام حجبات ولا تمايم، الدين ده قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين واضح والله، تمسكوا عديل ترتاح في الدنيا دي، صلي في المسجد تسجد لله تركع لله، دار تسأل تسأل الله سبحانه وتعالى، أنا عادي لي يا أخ شيخ، هو الشيخ بيدو البياض ده عنده شنو ذاته، هو زول بيدو البياض، زول بيدو البياض، ولك والله زول ده عنده عصيدة بيأكل الناس، عصيدة تلقاها حامضة تدفع بياض 50 جنيه، وعصيدة رأس مالها 3 جنيه، في 47 جنيه مشت وين؟ أنا دار أعرف 47 دي وين؟ يقول لك الزول اللي بأكل الناس جابه من وين قروش؟ ما كلها تحت المخدة بياض، وتجي المرأة برضو راحت منها ذهبات بياض، والأيام دي جايبين لهم وهمات واحدين ما بعرف من ديل تابعين لوين، كلها لغوة، سيتصل بك ألو أسمع قوم صلي لك ركعتين وتعال، بعد شوية يقول لك صليت؟ هاي صليت، مش عندك شنطة؟ هاي عندي شنطة، بكرة الصباح بتلقاه ملانة قروش، رسل لك 100، هسي رسل لك 100، وانت وكت بتملى الشنطة قروش محتاج ل 100؟ أملاه وشيل منها أسحبها، انت بتغوج على الأمة، هوهم الناس خلوني يرجفوا، والله بيت شابة تلقاه فتية ومحترمة، تلقاه جنب القبة تمسح بالتراب، أبويا الشيخ زوج لي، يا بيت أبوك الشيخ إيه الزواج دار لأبوك الشيخ، تعالي الناس دار يتزوجوا، تمشي تطلبها تقول دار تتزوجها، تقول لك والله أنت أبو دقن ماذا يراك؟ أشوفي بشنب؟ أنا عمل شنو يعني؟ أنا حلقة دقن يعني؟ عم شوفي بشنب؟ أجي بشنب؟ أجي بشنب؟ ولا لا لا والله أنت مفلس، حافظ يسوي لك شنو يا بنت الناس؟ تمشي تتزوج يقول لك أنت راجل مرة، يعني نجي لاستقدار داقة يعني ولا نعمل شنو ذاته؟ كلها لغوسة ولخبطة في البلد دي، أوهموا الرأي العام، والله ولك كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي
يربط ويحل. تقول شغال في المويه شايل لك انت مفتاح. يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. في كباشي بدي طفل؟ ده عليك الله عقيدة زي دي، جزاك الله خير جاوبتها. في زول عاقل بيقول كباشي بدي طفل؟ كباشي قبل ما يلدوه الأطفال اللي بديهم منه الخواجات ديل بيعرفوا كباشي الله بديهم، هذيل ولدوا تمام مرات الخواجات تلقاه يلدون تيمان الله يديه، ده بيعرف لك كباشي. الصينيين ديل مش كتار، ديل فيهم كباشي هناك جت ما فيهم واحد بيشبه كباشي ذاته، خلينا كلهم يأخذ كله لغوصة. ناس لياسي زول يقول لا إله إلا الله ما عارف البدي الجنة منه، يمشي يتزوج 5 سنة ما ولد يكر مرته يمشي للشيخ أبويا الشيخ والله دار لي جنة. يا زول في راجل بودي مرته لي راجل يقول له دار لي جنة، ايوه شاف المرة سمع يقول له هاك التراب ده هكشحه في مبدة، تمشي تكشحه في مبدة التراب في خشمك والله. بعد 9 شهور المرة تلد والطفل أضانه زي أضان الشيخ، يعني ده كيف يعني الشغلة دي كيف؟ والله كذاب، ما هذا في الكتاب قال لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد، ما أعرف أنا كباشي جابوا لك مرة ولا ما جابوا، لكن ده كلام في النهاية لغوص ساي والله الذي لا إله غيره. لذلك وحد الله سبحانه وتعالى وكان الله عافاك، الكلام ده ما تنكره. في ناس كتار يا كلهم كذبوا ولخبطوا وشغل بتاع لف ودوران، شيخ بدي جنى وشيخ بيعمل كيف وشيخ ينادوا في الشدائد والحقونا وافزعونا ساولنا قصائد يا أخي في كربك أنده بتغيثك جنده، وقصائد ما عندها علاقة بالدين ذاته والله. ساري الليل للقرض قرش، قال لك كل قرض منه ذاته، هو بلدنا دي كان أكلت مندي ومشيت كويس ما كتر غيرك تاكل قرض تقدر تمشي في الشارع ده تاني فتران. قال ساري الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش. هذا ده دين ولا كهرباء ده ذاته؟ وقصيدة تانية والله سمعتها بأضاني، قال املانا محبة ورشنا رش، عند السكرات ما نتكرمش. قال هسي ده دين رشنا رش يا زول؟ ها ده كلام شنو ذاته؟ كلام فارغ وكلام لغبوسة. دخل بالياء طلع كيكي، ما هو الفجل ما هو البامبي، ده دين ده ولا ملجة؟ بامبي بتاع شنو الدين ده يا جماعة؟ القرآن هذا والسنة هذه وتطبق الآيات والأحاديث. رسول قال لك كلام صلى الله عليه وسلم تعمل به، الله قال لك كلام سبحانه وتعالى تعمل به، ما تعلق لك حجاب ولا يقول لك حق سكين وحق رزق وحق ايه. قل بيبيع حجبات الرزق ذاته مفلس يبيع فيها هو ذاته، وكان في حجاب بيجيع رزق انت قاعد بتبيع ليه في السخانة، ما تمشي تقعد في بيتك وتلبسه بس رزق يجيك مغناطيس، لكن انت بتبيع ليه قاعد تبيع فيه وتقول لي رزق. الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ما في حجاب بتاع عقرب ولا بتاع مطوى ولا بتاع كده، كله هوى ساي والله. قال تعالى في القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عشان كذي والله الذي لا إله غيره أي زول يعمل بالقرآن والسنة ووحد الله ده بكون أقوى مخلوق من أقوى الخلق البشر الماشين على وجه الأرض. ماشي كذي عارف اللي بينفع الله واللي بيملك الضر الله، لا بخاف من شيخ لا فقيه. لا في وظيفة في الدين اسمها فقيه؟ فقيه شنو؟ وريني صحابي واحد قالوا فقيه. فقيه شنو؟ غلبتنا الشغلة يا أخ ساولون لغوصة وحاجات ولموا في الرجال وفي النسوان والأطفال، واحدين ربطون بجنازير واحدين ايه واحدين يجوا يسألون من الرايحة، ما بيعرف رايحة يا أخي. الله قال في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الناس توحد الله، الناس تقنع من الشيوخ ديل ما عندهم شيء، ناس غلبت ما عندهم شغلة، ما ناس فارغين ساي. الدين ده فيه ختمية فيه قادرية، وأي زول دار يركب راسه
داري يبقى صوفي مع طريقة ولا كذي كلامنا ده باو ما مشكلة. مشابهته أصبر شوية بس، في حاجة اسمها موت. مجرد ما يجيك الموت ده، الله قال في القرآن حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم في الموت قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله وينون الكتب تنادون من دون الله قالوا ضلوا عنا راحوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يخش القبر يسألوا من ربك، زول في الدنيا دي بيسأل الله بس، كان زهج بيلجأ لله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كان مرض بيلجأ إلى الله تعالى. أعمل السبب امشي دكتور ما حرمنا عليك، أنا بدي بديك حقن وحبوب، دي حاجات أسباب معروفة زي الأكل والشراب، لكن تقول ده بيعمل لي كذي وده بيعمل لي وشيخ فلان وعلان، ده هو الساي لو بيقرأ لك قرآن وديل ما في قرآن، ديل يا أخي مش أقرأ كتب، ما بعرف. واحد في كتاب القادرية قال ده ذكر صفحة 114 اسمه إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، صفحة 114 قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يا كاشف الكروب يا علام الغيوب يا منشئ السحاب يا هازم الأحزاب. أوه بعد شوية قال سهسهوب طهوب كهكهوب حمحم، ما بعرف طهطهوب ولا شنو، قال ذي العز الشامخ الذي سخر كل شيء، صفحة 114. في حاجة في الدين اسمها كهكهوب؟ في حاجة اسمها طهطهوب؟ في حاجة في دين الإسلام أقرأ القرآن كله أقرأ السنة كلها في حاجة اسمها سهسهوب؟ ولا هو السايا هاي إن شاء الله نجاوب. فلذلك في نهاية المطاف وحد الله، خلي عقيدتك في الله صحيحة، والجأ إلى الله وحده لا شريك له، والكلام له تتمة، ونكتفي بهذا القدر في سؤال.